وللحديث أكثر عن الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون في العراق، وأيضا لو تحدثنا عن الموقف الحقوقي الدولي منها، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الأستاذ ناجي حرج. أستاذ ناجي، السلام عليكم. يعني مركز جنيف للعدالة وأيضا المنظمات الدولية الحقوقية تتهم بشكل صريح الحكومة وأيضا الميليشيات بالقتل العمد التي تنال من المتظاهرين السلميين، لكن هنا أستاذ ناجي، ما الذي سيترتب على هذه التهمة قانونيا؟ أهلا وسهلا بكم. بالتأكيد الشيء الأساسي الذي يترتب عليها هو ثبوت هذه الجريمة، الجريمة ضد الإنسانية باستهداف هذا العدد من المتظاهرين السلميين خلافا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، والعراق عضو في تلك الاتفاقيات، واستخدام القوة الذي ثبتته بشكل واضح الأمم المتحدة وحتى السلطات العراقية في أحد تقاريرها، أصبح لا مناص أن هذا الأمر يجب أن تتناوله المحاكم الدولية، خاصة المحاكم الجنائية، في ظل غياب تام أو عجز تام للقضاء العراقي الذي شل من عام 2003 ولحد الآن، وأصبح مجرد جهة تقوم بالتغطية على انتهاكات السلطات والميليشيات. ولذلك هذا الهدف الرئيس الذي نعمل عليه دائما، والمطلب الأساسي الذي نصر عليه في كل الاجتماعات واللقاءات وفي بياناتنا داخل الأمم المتحدة. طيب أستاذ ناجي، الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الحقوقية يعني نتابعها باستمرار، ما زال عملها في العراق يقتصر على تسجيل الضحايا وأيضا توثيقها بدون أي خطوة قانونية تردع الحكومة والميليشيات على الجرائم التي تطال المتظاهرين السلميين. ما السبب في ذلك؟ لماذا يقتصر الأمر على الإدانة وربما على البيانات فقط؟ ما السبب في ذلك أستاذ ناجي؟ يعني أولا يكاد هذا يكون هو عمل المنظمات الحقوقية. المنظمات الحقوقية عملها الرئيس هو كشف الانتهاكات، التنبيه عليها، إدانتها، بيان القانون الواجب التطبيق، بيان الإجراءات الواجب اتخاذها. الخطوة الأخرى التي تتطلب اتخاذ إجراءات للأسف هي دائما مرهونة بيد الدول. يعني الأمم المتحدة كجهاز لا تستطيع أن تقوم بشيء إلا إذا صوتت الدول الأعضاء على قرار معين بهذا الخصوص. المنظمات غير الحكومية ومنها ما نقوم به في مركز جنيف الدولي للعدالة، أيضا ليس في من سلطاتنا أو من صلاحياتنا اتخاذ أن نقوم نحن باتخاذ الإجراءات، وإنما نحاول جهد الإنسان مع الدول، نحث الدول على ضرورة أن يتم اتخاذ إجراء فعال لردع هذه الانتهاكات، لحماية المتظاهرين، لتقديم الجنات إلى العدالة. طيب أستاذ ناجي، لو تطرقنا إلى بيان لنقابة المحامين العراقيين، يقولون في البيان إنها ستعمل على موضوع تدويل ملف قتل المتظاهرين، هل هناك إمكانية لذلك أستاذ ناجي، وأنت ربما تكون قريب من المجتمع الدولي وأيضا من الاتحاد الأوروبي، هل هناك إمكانية لتدويل قضية المتظاهرين من قبل نقابة المحامين العراقيين؟ بالتأكيد هنالك إمكانية لتدويلها من خلال رفع دعاوى في المحاكم الأوروبية. يعني نحن لا نستطيع طبعا، ليس هنالك للأسف فرصة لرفع دعوة في المحكمة الجنائية الدولية، لكن بما أنه نحن أمام جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد المتظاهرين أو حتى جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبت في العراق، فبالإمكان إقامة دعاوى في المحاكم الأوروبية التي لها الاختصاص القضائي أو التي تعترف بما يسمى باختصاص القضائي الدولي Universal Jurisdiction، وهذا جزء من التزاماتها في الاتفاقات الدولية
الخاصة بمنع الجرائم الحرب ومنع الجرائم ضد الإنسانية ومنع جرائم الإبادة. فهذه الدول هي ملزمة بأن تقبل على محاكمها إقامة هذه قبول هذه الدعاوى حتى لو كان الضحايا ومرتكبيها ليسوا على أرضها، يعني ليسوا من مواطنيها. نعم. بل بالتحديد أدق يعني. أستاذ ناجي، لو تعمقنا بالإجراءات القانونية، يعني التقدم بالشكوى إلى المؤسسات القضائية الدولية في موضوع قتل المتظاهرين من قبل القوات الحكومية وأيضا الميليشيات، من المفروض أن يتقدم بها؟ هل يتقدم بها ذو الضحايا أم المنظمات الحقوقية العراقية؟ الحقيقة هي الأفضل أنه تكون المنظمات الحقوقية سواء كانت عراقية أو غير عراقية، عندما تتوفر لها الإمكانية اللازمة لتوكيل محامين أجانب من هذه الدول. يعني لا يستطيع المحامي العراقي أن يأتي إلى بلجيكا أو فرنسا أو ألمانيا ليقيم دعوة، يجب أن يكون هنالك محامي من هذه الدول يعرف القوانين، يعرف طبيعة القضايا، يعرف كيف يسير بهذه الدعاوى، يعرف كيف يتابعها مع المحاكم المختصة. وبالتالي نحن نفتقد إلى هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة هي دائما تحتاج التمويل. يعني في عملنا نحن وقفنا عند هذا الحد، وهو عندما نحتاج إلى تمويل. هيئنا الكثير من القضايا لكننا نصطدم، نحن نقوم بعمل تطوعي، لكن عندما يصل الأمر إلى المحاكم ينتهي هنا العمل التطوعي. أنت تحتاج إلى محامي محترف بدرجة ممتازة يستطيع أن يتابع هذه القضايا في المحاكم، تكون جزء أساسي من عمله. ليس عمل تطوعي يعني معين، وإنما جزء من هذا العمل المحترف الذي يقوم به هذا المحامي. وبالتالي ممكن أن تتقدم هذه القضايا في بعض هذه المحاكم، وخاصة محاكم الدول الأوروبية مثل بلجيكا، ألمانيا، هولندا، وحتى دول أخرى ممكن فيها. من جنيف، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج، شكرا جزيلا لكم.